بلديات نينوى مستمرة في كل الوحدات الإدارية، إقامة المشاريع، حملة الإعمار مستمرة، وناحية بعشيقة أيضا لها نصيب كبير من هذه الأعمال، حيث تم إنشاء بارك كبير ويعتبر أكبر بارك في محافظة نينوى بمساحة 14 دونم، يتخلل هذا البارك نافورة كبيرة، نافورة راقصة بتصميم حديث من قبل كوادر مديرية بلديات نينوى، وفيها كل المستلزمات وايضا فيها كافيات وكافتريات ومناطق خضراء واشجار واناره وبارك للسيارات هذا هو يعتبر هو متنفس كبير لاهلنا في ناحيه بعشيقه كون ناحيه بعشيقه ايضا من المناطق التي كان ضررها كبير جدا اثناء احتلال المدينه من قبل عصابات داعش واثناء عمليات التحرير ولكن عادت الحياه بسرعه الى هذه المناطق كون العمل مستمر من قبل محافظه نينوى وبدعم من الحكومه الاتحاديه هذا البارك سيكون ان شاء الله جاهز للافتتاح بغضون شهرين او اقل لان هناك مرحلتين في هذا المشروع، المرحله الاولى هي انجاز البنى التحتيه المتكامله والمرحله الثانيه هي ربط ونصب وتشغيل النافوره الراقصه، هذه النافوره ستكون اكبر نافوره طول الذراع بحدود 60 متر وايضا قطر الدائره المركزيه ايضا بحدود 60 متر لقطر الدائره. وتكون ان شاء الله بمواصفات فنيه عاليه وستستقطب اهلنا ويكون لهم متنفس كبير في هذه المنطقه